التحركات الأخيرة يراها مراقبون هنا في النجف بأنها تحركات منظمة تشير إلى عودة قوية للتيار الوطني الشيعي، خصوصا بعد هذه التسمية والراية التي خصصت لهذا التيار الوطني الشيعي الضام والجامع لكل أطياف المجتمع العراقي ولكل من يريد أن ينضم إلى هذا التيار، شريطة أن يكون هو ذهب باتجاه ما يذهب إليه السيد الصدر، خصوصا بجانب الإصلاح وأيضا محاربة الفساد، وأن تكون هنالك حكومة أغلبية وطنية تسعى للنهوض بهذا البلد. فالمراقبون يرون أن التحركات الأخيرة وعودة الكتلة الصدرية بمزاولة عملها الاجتماعي هي بالتأكيد سوف تكون لها يعني مردودات سياسية في المستقبل والدخول بالانتخابات البرلمانية المقبلة إن حدثت هذه. نعم محمد، هل عادت القواعد الشعبية إلى أعمالها الطبيعية، وهل هناك مؤشرات على توسيع لاستهدافاتها السياسية في النجف، وماذا عن باقي المحافظات؟ يعني زميلتي تحدث عن النجف، التحركات الشعبية للقاعدة الجماهيرية واللجان التي نظمت من قبل التيار الوطني الشيعي لحضور الكثير من المناسبات سواء كانت الاجتماعية أو الدينية هنا في النجف. هنالك أيضا جداول منظمة تصدر بين الحين والآخر عن هذه اللجان وعن الأعمال التي قامت بها وعن الاجتماعات التي نظمتها. كل هذه الأعمال هي تقام من قبل هذه اللجان، ومن وبخصوصا بعد التوجيهات الأخيرة من السيد الصدر بضرورة أن تكون القاعدة الجماهيرية شاملة وموسعة، وأن تكون هذه اللجان ذات عمل اجتماعي مع جميع أطياف المجتمع ومساعدتهم وتقديم يد العون. كل هذه الأمور هي تصب في العمل الاجتماعي بالتحديد، لم يشير إلى العمل السياسي، لكن المراقبون يعتقدون أن هذه هي الخطوة الأولى والمنظمة للدخول بالعملية السياسية والعودة بشكل قوي للدخول إلى العمل السياسي. نعم محمد، ذكرت أن هناك لجان فعلها زعيم التيار الوطني الشيعي، هل بدأت في اتخاذ دورها، وما هي أبرز نشاطاتها بحسب معلوماتك؟ يعني النشاطات زميلتي كما ذكرت انها نشاطات اجتماعيه، نشاطات دينيه، تقتصر على حضور المناسبات وايضا حضور التجمعات المجتمعيه التي تقام بين الحين والاخر، وايضا التزاور من اجل يعني مساعده المرضى ومساعده المحتاجين وتقديم يد العون، وكانت في داخل المحافظه او حتى في بقيه المحافظات من اجل مساعدتهم تحت مسمى القواعد الجماهيرية، وأيضا هذه اللجان التي نظمت بقضية التيار الوطني الشيعي التي ظهرت تسميته مؤخرا.